منذ تسمية حسان دياب لتكليفه كان واضحاً أن درب الرجل الحكومي لن تكون بالمهمة السهلة، ومنذ تشكيل حكومته وسط إعلان البعض معارضته قبل طرح برنامج الحكومة حتى اتضحت الجبهة التي تشكلت في وجهها صراحة أو مواربة. بقيت الأسئلة تدور عن موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري منها، وهو الذي كان أشد المتحمسين لعودة سعد الحريري إلى رئاسة الحكومة، من التعيينات المالية وصولاً إلى ما سجل مع تطير نصاب الجلسة التشريعية عند طرح مشروع قانون الدعم المالي بقيمة 1200 مليار ليرة، وطلب دياب إلى بري عقد جلسة مسائية لإقراره. جاء جواب بري الحاد لرئيس الحكومة: ما حدا بيفرض علي شيء. بعد هذا الكلام بيان عالي النبرة أيضا للأمانة العامة لمجلس النواب، قائلا إن على الحكومة أن تتعلم كيفية إرسال مشاريع القوانين إلى مجلس النواب قبل التطاول عليه. الموضوع ليس له بطبيعة العلاقة بين الرئيس بري والرئيس حسان دياب، دائما وابدا دولة الرئيس بري يدافع عن دور المجلس النيابي وعن صلاحياته، مع التأكيد على التعاون بين هذه السلطات. ورئيس بري طالما كان حريصا على التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. شو بده الرئيس بري من حسان دياب؟ وليش هالتعاطي الفج ما شفناه مع حدا من رؤساء الحكومات السابقين؟ هكذا سأل وئام وهاب. احترام نقدينا لكل المواقف. الرئيس بري ينطلق من موقف مبدئي معروف، هو الحفاظ على الأصول الدستورية والقانونية في الظرف الدقيق الذي نعيشه، لا معنى لموالاة ولا لمعارضة. إذن لا أحد يفرض على رئيس مجلس النواب شيئا، ولا حتى حقوق الناس. طار النصاب من دون محاولة لإعادة جمعه في جلسة مسائية، وكأن المقصود إفشال دياب في محاولة حكومته استيعاب الأزمة المفروضة على الناس وبائيا ونقديا. هاشميا في ذلك يعرف تماما أن ما حصل في لحظة تطير النصاب لأي ظرف من الظروف قد لا يسمح بانعقاد جلسة مسائية. تتوقف مصادر متابعة عند الهدوء الذي تعاطى به دياب مع الموقف الحاد لبري تجاهه، علما أن مشروع قانون 1200 مليار لدعم الأسر الفقيرة كان وعد دياب بتحقيقه في كلمته المتلفزة الأسبوع الماضي، وهو يساهم بتخفيف حدة الأزمة على هذه الأسر. وتتوقف المصادر عينها أيضا عند الموعد الذي حدده بري لجلسة اللجان المشتركة في 29 نيسان، ما يعني ألا جلسة تشريعية قبل هذا الموعد، وما يعني أيضا ألا أفق قريبا لإمكان إقرار هذا المشروع. كسرت زيارة المعاون السياسي لبري النائب علي حسن خليل إلى السراي الكبير من حدة الصورة. لقاء دياب خليل وصفته مصادر متابعة بالإيجابي، مشيرة إلى إمكان أن يكون له تتمة. ليقتصر البيان الصادر عن السراي بالإشارة إلى أن اللقاء تداول في جلسة مجلس النواب والقوانين التي أقرت ومشاريع القوانين التي تم تأجيلها. كل ذلك قبل نشر موقف لبري أمام زواره يوحي بأنه لم يطوي الصفحة. فبري الذي بدأ مواقفه من دعوة الحكومة إلى ممارسة سلطاتها القانونية والإجرائية لوقف الانهيار الدراماتيكي لسعر صرف الليرة، قال إن على الحكومة ألا تبقى في موقع المتفرج أو الشاهد على ما يجري من فلتان مالي والادعاء بالحرص على عدم تجويع الناس. وحدها رسالة النائب فيصل كرامي بعد تذكير اللواء جميل السيد قد تكون الأكثر دلالة عن حقيقة التصويب السياسي على دياب وحكومته. فكرامي منطلقا مما حصل مع والده الراحل عمر كرامي في العام 1992 قال لرئيس الحكومة: سقطت كل الأقنعة، مؤامرة 92 على عمر كرامي تتكرر ضدك وضد فرصة إنقاذ لبنان، لتكن أولوياتك نسف كل الخطوط الحمراء التي تحمي حاكم مصرف لبنان ومنظومة الفساد، إن لعبة الدولار هي المقدمة لانفجار اجتماعي وربما أمني لا يردعهم عقل أو ضمير.